الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانت أي تاريخ متهي لبدي بشي لحد لبدك يا لبعتنك وحي يسوني مد كل ما ذا يسوي ما دو كان أبوك خير كان شرفته بدل وأراس كان أحمد أبوك الجيسي يا أبو عبد الرحمن شامة وإن سوري وين يا تمانتي أنا أقول الله يا بقعة كويس كالجبردة وحي نكرها الجريلة يا روح الله عليك يومي أو هذه ستير أو داسية وحي نكسر يا الجريلة ما دام إنه هاي ها واحد وين تعرض وقح ما يبان هذا المجرو ولا بد بشة تمرات لا بد كل لا بد بشة تضبط واحد جملة مقالة أنت وربان ودن كوار بشة ما دام إنه هاي وما تسرع واحد كل لا بد والله على يدها قرآن كريم كأه واحد ينوفر دورة شوف فيصل أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم هوش عن سكوني بالمانتي وهول بكر هذا البدن يوم قرينا إنه برامش كنا نسيتوا صار وقلي دورنا لأن يرى ذا يوم عن رجينا يا مدام عن ربع جمل إنه كيف يستان سيد أبو شرف طبعاً يدرس بسوي بسوي بستور قبلها واحد هم إلى بسوي اللي بقى كمان محمد حاش النور وكسر على منك بيك إنه بسوي محمد سلو بسم الله الرحمن الرحيم مانتو تاريخ تهي لبدي بشي تدوار اما بشي جون لبدا كل في اللواتن هنيو قهر لي مرع اخيارتك اما فامي كأكسو جيروين وحان سيد الشريعة الاسلام كغبتو نحن في الإسلام كنا دخل في الصومالي وما قرأته إن عن ويدي سنو تلك قبل وكذا رتاي أنا ما هو أن هو قصة عنا ويك دون أي أما بوسنا أي قبل ماركا قبل اللي يرى هذا أباح عبد الرحمن جامع أيام وحن دورينا أنا كوكيل فامل كويل وكذا الشيء أحمد أبو كرجيسي مركا أخيار تشرفت لي وحن كعد سنة هنا سي شرف لي هنا قبل المسيح وبالله التوفيق waa maasan tahay sidoo dhaqanku ahaa waxaan u soo wareegaynaa dhankii gabadha waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo halkan maxamed farano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد مقعد كان حلاقي شيء مقعد من مجنون وحان أنا أقول لك أن 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 أنا أ
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى:
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الوليد الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجتك وأنكحتك. أباح عبد الرحمن جامع بإذن وليها إيايا ومهرها 5,000 دولار حالا في ذمتك ولها المطالبة منك متى شاءت. أقبلت قبلت نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور وحنكوك نكاحيي قبض الليل هذا أبح عبد الرحمن جامع ومهر كذا ويهي 5,000 دولار وأمريكي نكاحاس ومهر كاس مكو أقبشي. بارك الله اسكتك وغنى السماء
ورن واوين عيبنا واحد من عدسنا حاجة تلو عيبنا إني هالك جولة مركا لكس مكين وعلينا بلدي نقول علينا ونفسحنا يا مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, I'm here to